انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري تامر حسني هو وعم بيروق صبية انهارت بالبكي لما شفته بعد انتهاء احد عروض فيلمه الاخير مش انا. وظهر تامر حسني بالفيديو هو وحامل باقة ورد وعم بيحاول يخفف عن البنت وطلب منها توقف بكي بطريقة مهضومة، بس تعرض لانتقادات لازعة مع انتشار الفيديو من بعض الاشخاص اللي اعتبروا انه هالموضوع عم يتكرر كتير، بينما البعض الاخر دافع عن تامر خصوصا انه عنده قاعدة جماهيرية كبيرة كتير. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.